شهر رمضان كيكون مليء بالدوريات الرمضانية اللي أصبحت هي عادة أو سنة اللي كدير كل سنة. الدوري الرمضاني هذا حضرته في يعني المقابلة النهائية اللي جمعت ما بين فريقين كينتموا لمنطقة برنازيل اللي هما جمعية نجوم برنازيل وصفوة برنازيل. كانت كتجمع ما بين قدماء اللي الناس اللي مارسوا كرة القدم في المنطقة. كانت تتخللها تكريمات تخل هذا الشيء. اللقاء كان فيه سادة الروح الرياضية وكان لقاء في المستوى كما شفتي. انتهى بواحد النتيجة اللي ماشي كبيرة يعني كان المستوى متقارب. حاولنا هذه فرصة اللي غادي نحاولوا نرجعوها سنة سنوية اللي كان نحاولوا فيها نعطيو واحد الرسائل للشباب ديال منطقة شمال رشيد وبالخصوص برنازيل ان الرياضة وكرة القدم هي وسيلة ديال نشر الروح الرياضية ويعني والعناية بالصحة. منطقة برنازيل كتسخر بالكفاءات الرياضية منهم السي مراد الراجلي تيكون قريب لهذا الفضاء الرياضي منهم اللي النجم العالمي اللي تألق في المونديال ديال قطر مع المنتخب المغربي أوناحي واسماعيل الحداد وغيرهم من اللاعبين اللي لعبوا في فريق الوداد البيضاوي ولا فريق الرجاء البيضاوي. كنحاولوا هذه فرصة باش نذكروا واحد يعني واحد النجوم اللي طالها النسيان ولو نتفكرهم غير بشيء القليل يعني ولو تكريم رمزي. وان شاء الله كنحاولوا كل سنه يعني نطوروا من هذا التنظيم ويكون نعطيو صوره يعني نصدروا واحد الصوره جميله على المنطقه ديال منطقه شمال رشيد وبالخصوص برنازيل.